بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي المحاضرة الماضية بدأنا الشابتر الثالث المتعلق بالجنريشن of high DC and AC voltage، توليد الفولتيات العالية المستمرة أو المتناوبة. وبالبداية وضحنا بعض التطبيقات التي تستخدم الفولتيات المستمرة العالية، وقلنا مثلا هنا قد تستخدم في العمليات التصنيعية أو في الاضلاع الكهربائي أو في المحطات الحرارية، كذلك تستخدم في Research Medical Sciences في العلوم والأبحاث الطبية، والهاي فولتيج دي سي ترانسميشن يعني بنقل الطاقة الكهربائية. طبعا احيانا في بعض المناطق تنقل باستخدام الفولتيات العاليه المستمره، وكذلك تستخدم في فحص الكيبلات الاي سي قلنا، وسبب انه تستخدم فولتيات الدي سي لفحص الكيبلات اللي كيبلات الاي سي، لانه خاصه للاطوال الكبيره لوجود كاباسيتنس عالية بهذه الكابلات. إذا ما استخدمت الفولتية الأي سي في فحص هذه الكابلات يحتاج إلى تيار عالي، وبالتالي راح يحتاج إلى قدرة عالية لفحص هذه الكابلات، فيتم استعاضه عن الفولتية الأي سي بفولتية الدي سي لفحص هذه الكابلات. وكذلك تستخدم هذه قلنا أو بعض التطبيقات من أنها تستخدم في الأجهزة الطبية مثل عندنا الإكس راي. هناك عدة طرق شائعة وكفوءة في توليد الفولتيات المستمرة العالية. عندنا مثلا الفولتج مولتبلاير سيركت، دائرة المولتبلاير للفولتية المضاعفة للفولتية، وعندنا اللي هي الإلكتروستاتيك جنريترز، المولدات الإلكتروستاتيكية، راح نمر عليها بالمحاضرة هذه ومحاضرة سابقة على هذه الطرق. جينا بالبداية احنا شباب خذينا الهالف ويف ريكتيفاير سيركت، وبينا انه هاي من البدوائل البسيطة اللي تستخدم في توليد الفولتيات العالية المستمرة. طبعا هاي الدائرة مثل ما وضحنا شباب هي تتكون من محولة سينجل فيز ترانسفورمر، تحول من الفولتية واطية الى فولتية عالية على اعتبار أنا أحتاج فولتية عالية لتطبيق معين، ويحتاج عندنا دايود. هذا الدايود وظيفته هو لتوحيد أو لتقويم الأي سي وتجعله باتجاه واحد، ومن خواص الدايود هو الدايود يمرر التيار باتجاه معين ولا يمر باتجاه الآخر، يعني فقط الجزء الموجب راح يسمح بمروره ويبدي مقاومة عالية أو ما لا نهاية للجزء السالب من الموجة، فتطبح الموجة بالشكل التالي أنه فقط الجزء الموجب راح يمر من خلال الدايود. وقلنا هاي وظيفة المتسعة هي لتنعيم الموجة، فراح حتى يقلص لي من الربل أو من البلسيتنج اللي خارجة من الدايود. هذه هي أبسط أو الدائرة المبسطة للهالف ويف ريكتيفاير سيركت. في هذه المحاضرة شباب راح نجي للتمثيل الرياضي لدائرة الهالف ويف ريكتيفاير. أول شيء إحنا دارين نحسب الشحنة الخارجة أو supply to the load المجهزة للحمل. طبعا الشحنة مجهزة للحمل هي تجهز عن طريق المتسع، فالمتسع المكتسبة عن طريق المصدر هي نفس الشحنة المنتقلة إلى الحمل. فشون نحسبها عندنا الشباب؟ الشحنة شو تساوي؟ كيو نرمز للشحنة كيو يساوي إن الانتجريشن للتيار للفترة، الفترة هي اللي هي ديوتي سايكل التي. طبعا هذا التيار هو متغير لان طبعا الشحن والتفريغ بالمتسع يعني هو function of time، يعني هو متغير مع الزمن. لو نرجع للموجة الاوتبوت للهالف ويف ريكتيفاير، مثل ما لاحظوا شباب انه جاي تلاحظون انه الفولتية جاي كذلك الفولتج هي متغيرة، وكذلك التيار اللي خارج
من المتسع راح يكون هو كذلك متغير مع الزمن. ولهذا نشوف أنه إحنا كملناه بالتيار الآيال بالنسبة للزمن. فالانتجرال بالنسبة للديوريشن تي إن هذه هي الديوتي سايكل، والتيار الشي يساوي لنا الفي ار ال على الار ال. الفي ار ال هي فولتية اللود وعلى مقاومة الحمل، الفولتية على المقاومة اللي هو يعطينا التيار تيار اللود. إذا تيار اللود نرجع نكامل التيار اللود بالنسبة للزمن، طبعا نكامل الزمن اللي هو تكامل الدي تي اللي هو تي، وقلنا الفترة هي الفترة تي اللي هو الديوتي سايكل، فراح يطلع لنا الشحنة هنا في هاي الحالة الطلاب يساوي لنا الاي كابيتال اي في التي، اللي هذا معدل التيار او متوسط التيار في الزمن. هنا الزمن شو يساوي شباب؟ هو مقلوب الزمن هو التردد، ومقلوب التردد هو الزمن. تي يساوي لنا 1/f. هنا راح يطلع لنا النتيجة النهائية طلاب الشحنة تساوي لنا الاي في التي، او يساوي لنا الاي على اف، الاف اللي هو التردد، تردد الموجة. وهنا طبعا هو من تعريف التيار، التيار شي يساوي لنا الشحنة على الزمن، والشحنة تساوي لنا الزمن في التيار. هاي نلاحظ انه الناتج طلع ناتج الانتجرال اللي هي يساوي لنا التيار في الزمن وتساوي لنا الشحنة. Where I is the mean value of the DC output، هنا قلنا المتوسط للتيار لDC output، إنه هذا ال I capital I هو المتوسط للتيار الخارج أو المجاور للحمل ال IL بالنسبة للزمن. طبعا قلنا التيار هو بما أن الفولتج هي بها ربل ومتغيرة، فيكون التيار كذلك متموج، لكن هذا ال I هو الكابيتال اي هو المعدل او المتوسط لتيار المتغير الاي ال، والفي ار ال كذلك هي قلنا متغيره بالنسبه مع الزمن، اللي هي تعتبر ذا دي سي فولتج ويتش انكلودز ريبل، قلنا تحتوي على التموجات لان هي الفولتيه الخارجه من الدايود وكذلك مع المتسع، ف يحتوي نتيجة وجود حمل طبعا راح تكون هناك بعض التموجات مثل ما جاي نلاحظها بالموجة مثل ما تشوفون الشباب، انه هذه التموجات يعني هذه التموجات اللي نسميها او قيمتها او تساوي الـ Vmax ماينس الـ Vmin، يعني الفولتية الماكسيموم ناقص الفولتية المينيموم. هذه التموجات موجودة في الاوتبوت او الفولتية على اطراف الحمل، تكون بالشكل التالي، تحتوي على بعض التموجات، قلنا لأن هذا هو من خواص الهالف ويف ريكتيفاير سيركت، أنه الأوتبوت مالته يكون به بعض التموجات نتيجة الريكتيفيكيشن أو نتيجة الفلتريشن، ما تكون نوت أوبتيموم يعني مو بالشكل المثالي، ولهذا الموجة ما تكون بدي سي بيور، فيها بعض التموجات وبعض المتغير. واحنا قلنا الدي سي المفروض الدي سي بيور لازم يكون ثابت المقدار وثابت الاتجاه، لكن هنا الخارج من الاوتبوت من الهالف ويف ريكتيفاير يحتوي على بعض التموجات، قلنا مو هو تكون بيور دي سي. نرجع للمعادله شباب، قلنا الكيو هنا واخذنا الانتجرال للتيار بالنسبه للزمن، طلعت عندنا قيمة الـ Q هي الـ I capital I في الـ T واللي هي duty cycle، ويساوي لنا الـ I على الـ F، مقلوب الـ T هو الـ F. قلنا شباب this charge is supplied by the capacitor of the period T when the voltage changes from Vmax to Vmin over approximately period T. هنا شباب هذه الشحنة هي الشحنة الخارجة من الكاباسيتر، الخارجة من الكاباسيتر باتجاه الحمل بالزمن
اللي هو هذا الزمن التي من البي ماكس حد ما تصل إلى البي مين. فهذه الفترة من البي ماكس، من الفولتية الماكسيموم إلى الفولتية المينيموم للمتسعة. طبعا المتسعة تشحن قلنا للفولتية الماكسيموم في بداية التوصيل للدايود، عندما يكون الدايود في حالة انحياز خلفي راح تبدي المتسعة تفرغ باتجاه الحمل، ويبدي الشحنة يعني تتفرغ شحنة، تبدأ الفولتية تنحدر من الفولتية الماكسيموم إلى الفولتية المينيموم لحد ما يتوصل مرة أخرى بالموجة الأخرى الدايود وتبدي تشحن مرة أخرى. هذه الشحنة المكتسبة من المصدر للمتسع هي تساوي الشحنة اللي تم تفريغها من المتسع إلى المقاومة أو إلى الحمل. إذن هنا شباب الـ DQ التغير في الشحنة مثل ما لاحظنا بالموجة هي عبارة عن الكباسيتر، قيمة الكباسيتر في DV. الDV هي التغير بالفولتية، الفولتية راح تبدي تتغير من الـ V max من الفولتية العظمى باتجاه V minimum الفولتية الصغرى، نتيجة انه الكباسيتر تبدي تفرغ باتجاه الحمل. وده هذا if the voltage change from the Vmax to Vmin the charge delivered to by the capacitor راح يكون الفولتي أو الشحنة المجهزة إلى الحمل من قبل المتسع، وقلنا هي الشحنة المجهزة من قبل المتسع هي نفس الشحنة المستلمة، يعني الكباسيتر أو المتسع تستلمها من المصدر هي نفسها اللي تعطيها للحمل. فتساوي لنا integral of DQ، طبعا تكامل الدي كيو هي كيو شحنة، تكامل من الفي ماكس للفي مين. ليش بدينا من الفي ماكس؟ ليش ما بدينا من الفي مين إلى الفي ماكس؟ لأن هي في حالة التفريغ. من التفريغ هي نبدأ من الفولتية الماكسيموم باتجاه المينيموم، فبدينا من الفي ماكس إلى الفي مين في الكباسيتر سي، هاي قيمة الكباسيتر بالفراغ في الدي في. الدي في هو التغير بالفولتية، تتغير من الفي ماكس باتجاه الفي مين، يكون في ماكس إلى الفي مين أو الفي ماكس ناقص الفي ام. إذا نريد إحنا نحل التكامل، هو تكامل الدي في هو في، ونعوض عن الفي بالفي ماكس ناقص الفي مين ناقص الفي ماكس، الفي مين ناقص الأعلى بالتكامل المحدود يكون الأعلى ناقص الأسفل، فالفي مين ناقص الفي ماكس. ولهذا طبعا شباب اذا تلاحظ انه الفي ماكس ماينس الفي مين، والاشاره هنا بالسالب معناته الكباسيتر في حاله التفريغ. اذا كانت هنا بالموجب في ماكس ماينس في مين والمعادله بالموجب، معناته في حاله الشحن الكباسيتر في حاله الشحن. فاذا هنا عندنا هنا الكيو، الكيو شي يساوي لنا الشحنه يساوي لنا كمقدار يساوي لنا السي في الفي ماكس ماينس الفي مين، وهاي الفي ماكس ماينس الفي مين مثل ما شفناها بالموجة تساوي لنا 2 دي في 2 دلتا في. هذه قلنا مقدار الشباب، مقدار الكيو الشحنة يساوي لنا السي في الفي ماكس ماينس الفي مين، والمعادلة اللي قلنا الفي ماكس ماينس الفي مين يساوي لنا 2 دلتا في. هذه 2 دلتا في يساوي لنا في ماكس ماينس في مين في السي، سي تنزل كما هي فكان في السي. ولهذا عندنا 2 دلتا في في السي يساوي لنا التيار في التي مثل ما طلعناه بالمعادله السابقه، اللي هو انه الكيو الشحنه تساوي لنا التيار في التي او التيار على التردد. فإذا هنا نجي نعوض 2 دلتا في سي يساوي لنا التيار، اللي هو هذه الشحنة تساوي لنا هذه طبعا هذه كيو تساوي لنا كذلك هذه كيو نفس المعادلة اللي هي التيار في التي، وقلنا التي هو 1 على التردد. فراح يساعدنا الشباب الدلتا في، هاي الدلتا في اللي هي نسميها الربل. الدلتا في بهاي الحالة شو راح يساوي لنا؟ يساوي لنا التيار على 2 في التردد في المتسعة، تيار في التردد، عفوا التيار الآي على 2
في التردد في المتسع. ونلاحظ هنا الربع الشباب يعتمد على 3 عوامل مثل هذه المعادلة. أول عامل هنا التيار، هذا التيار الحمل تيار، فإذا كل ما زاد تيار الحمل هنا زاد عندي الربل الدلتا في، كل ما زاد التيار زاد عندي الربل، وإذا كان التيار هنا صفر فإن الربل يكون أقل ما يمكن، قيمته صفر. بعد شنو يعتمد على من؟ يعتمد على مقدار التردد، فهنا كل ما زاد التردد قل الربل، يعني هنا يتناسب تناسبا عكسيا مع التردد ومع الكاباسيتنس قيمة الكاباسيتنس، ويتناسب طرديا مع التيار. هنا كل ما زاد التردد عندنا قل الربل، وكل ما زادت الكاباسيتنس قيمة الكاباسيتنس قل عندي الربل. ولهذا عندي هذا الفاكتور هو اللي يعني إذا أريد أصمم معنا دائرة فأحتاج إنه حاصل ضرب الـ F بالـ C يكون أختار أعلى ما يمكن. إذا أنا عندي علم اللود الخارجي للحمل، ولهذا إنه أختار في تصميم الدائرة أعلى قيمة للـ F في الـ C حتى أقلل من قيمة الربل. والربل قلنا هذه شي يساوي إن الربل دلتا V هو دلتا V، احنا قلنا الدلتا اثنين ال V ماكس ماينس ال V من يساوينا 2 دلتا V. اذا دلتا V شي يساوينا راح يكون يساوينا 1/2 في ال V ماكس ماينس ال V من، الفولتية العظمى ناقص الفولتية الدنيا. هنا بالفحص طلاب دائما ياخذ the value of the direct test voltage is defined by the arithmetic means value VD and expressed mathematically as. هنا الشباب أثناء الفحص يأخذون القيمة المتوسطة للفولتية الدي سي على احتواج أن الفولتية هي الخارجة هي فولتية بها ربل، فولتية متغيرة نتيجة وجود الربل. فهذه الفولتية المين فاليو شو يساوي أن الفي دي يساوي أن 1/T، التي اللي هي قلنا الفترة، وناخذ انتجرال من الصفر للتي، صفر للتي الانتجرال هاي الفترة للفي بالنسبة للزمن دلتا تي. فهذه شباب اللي هي نسميه ان الفي دي اللي هي الفولتية المين، الفولتية المتوسطة اللي نستخدمها في عمليات الفحص. اذا عندنا الربل فاكتور شن عرفت شباب is defined as the ratio of ripple magnitude to the mean value. إذن الربل فاكتور هي قيمة الربل، قيمة الربل ماجنتيود على من؟ على المين فاليو، يعني قيمة الدلتا في على المين فاليو اللي هي الفي دي. إذا أنا أريد ما عندك الربل فاكتور أطلع لقيمة الدلتا في وأطلع لقيمة الفي دي وقسم الدلتا في على قيمة ال V D واللي هي تساوي قلنا 1/T انتجرال V T D T للفترة من صفر لل T. فهذه هي نسميها the ripple factor. قلنا the ripple in the rectifier output depends upon the load current and the circuit parameter. يعتمد على قلنا الحمل وعلى السيركت باراميتر قلنا اللي هي مكونات الدائرة، مثل عند الاف التردد والسي الكباسيت، فهذه اللي تعتمد عليها قيمة الربل. The single phase half wave rectifier circuit has the following disadvantages. من عيوب ال half wave rectifier شباب، أول شيء the size of the circuit is very large if high and pure DC output voltage are desired. هنا إذا كانت الفولتيات الدي سي يحتاج بيور، نحتاج بيور دي سي، بتكون الدائرة اللي المصممة بالهالف ويف ريكتيفاير بتكون جدا كبيرة. طبعا لأن كل ما زاد عندنا كل ما احتاجينا إنه بيور دي سي فلنا لازم نزيد، قلنا مثل ما نصمم نزيد قيمة الاف سي. الاف اذا كان هو تردد المصدر لا نقدر نتحكم به، فلازم احنا شو نسوي؟ نزيد من قيمة الكاباسيتر، فيحتاج انه كاباسيتر قيمته جدا عالية يعني كبيرة.
فهي أحد عيوب الهالف ويف ريكتيفاير. بعد عندنا ذي اتش تي ترانسفورمر ميك ات ساتوريتد اف ذا امبليتيود اوف دايركت كرنت از كومبارابل وذ ذا نومينال الترنيتنج كرنت اوف ذا ترانسفورمر. اذا كان عند ذي هاي تنشن ترانسفورمر قد يعني يحدث التشبع نتيجة وجود الدايركت كرنت، وجود التيار المستمر إذا مقارنة بال nominal alternating current of the transformer. يعني هاي المحولة قد تمر بحالة التشبع نتيجة وجود التيار المستمر إذا ما هي مقارنة بالتيار المتناوب. ولو هذا it is be noted that all the circuit considered here are able to supply relatively low current. يعني هنا هاي الدائرة دائما ما يعني أو هي من خواصها تعطينا تيار قليل. And they are not suitable for high current applications. وهي غير يعني مجدية للتطبيقات التي تحتاج إلى تيارات عالية. مثلا عندنا الهاي فولتج دي سي ترانسميشن، لأن خطوط النقل الهوائية لا تستخدم الفولتيات المستمرة. ننهي إلى هنا هذه محاضرتنا اليوم، وإن شاء الله أن نلتقيكم بالمحاضرة القادمة في موضوع الكوكروفت والتن فولتج مولتبلاير سيركت.